سنة 2020 الحمد لله ما عم تخلص غير بالمصائب، كل يوم عم نكتشف مصيبة جديدة والحمد لله، ولكن اليوم المصائب معنا اتجهت لعالم الجيمز بشكل عام، واولا شركة ايبك جيمز. ايبك جيمز عم تواجه مشاكل اكتر واكتر مشان موضوع ايبك جيمز وشركة ابل بالنسبة للحرب اللي قايمة بيناتهم، وفي فيديو انا حكيت عنه، ولكن هلا بدنا نحكي عن موضوع جديد. وبوجا اللي كلياتنا بنعرفه اللي هو افضل لاعب بالعالم فورتنايت، اللي هو اخذ كأس العالم ب3 مليون دولار، هلا عم يواجه اتهامات بالتلاعب بنتائج المباريات الرسمية وامكانية حظر للابد بالنسبة للاعب بوجا. هي بالنسبة للأخبار تبعنا، وفي بعض الأشياء وبعض الأخبار الخاصة بالتحديث القادم، وبالنسبة لدونات ماستر رئيس التنفيذي لشركة إيبك جيمز. فيلا مع بعض نشوف هالأخبار. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. مبدئيا كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9 بيسلم عليكم، شكرا على الدعم كلياتكم اللي عم تدعموني بهذا الكود نيمو 9 اللي ظاهر امامكم. لو حابين تدعموني اكثر واكثر وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت يعني هالقصص الحلوه هي. خلينا هلا بالنسبه نفوت للاخبار. بالنسبه للاخبار يا شباب، شركه ايبك جيمز كلياتنا بنعرف المشكله اللي صارت مع ايبك جيمز، وانه هي عملت مشكله مع شركه ابل لانه صارت تخصم بالنسبه للفي بوكس. كان الفي بوكس ب 10 دولار 20% لشركه ابل و 80% لشركه ايبك جيمز، ولكن حاليا هلا صار نظام جديد للشراء. انا حكيته عندي بالفيديو اللي تحت بالديسكريبشن، هذا الفيديو حكيت عنه موضوع القصه كلياتها، ولكن هلا بدنا نحكي شو الجديد بالنسبه لشركه ايبك جيمز وشركه ابل بالنسبه للحرب اللي صايره بيناتهم. شركه ايبك جيمز نزلت على تويتر وقالت شيء كلام هيك بالانجليزي اللي ظاهر امامكم، على حلالكم يا بالعربي وترجم لكم يا دغري وقلكم شو هو هذا الموضوع اللي صاير. شركة ايبك جيمز نزلت على تويتر بشكل رسمي وقالت فيه انه شركة ابل ابلغت شركة ايبك جيمز بانها حتزيل كل حسابات المطورين يلي بيشتغلوا بالنسبة لايبك جيمز بشركة ابل على اي او اس وعلى ماك، لحتشيل كل الحسابات تبعهم، يعني بالمعنى العربي لح تطردهم بتاريخ 28 اغسطس. يعني المشكلة من هون ل 28 اغسطس، لو ما تحلت يا شباب لح يصير مشاكل جدا بالنسبة لشركة ابل وشركة ايبك جيمز مع بعض. وبالنسبة انها حتحظر شركة ابل واحد من اكبر شركات التطوير اللي هي الانريل انجن 5 وفريق ايبك جيمز باكمله، يعني رح تمحي كل شيء بالنسبه لفريق ايبك جيمز وللمطورين وللانريل انجن 5 اللي هو المطورين والتصميم وهذا اللي بيشتغلوا عليه بشكل عام. يعني بالمعنى العربي انه شركه ابل رح تمحي اي اثر لشركه ايبك جيمز بشركه ابل، ما حتخليلهم لا حسابات وما حتخليلهم لا اي تطوير بالنسبه للاي او اس او الماك بالنسبه للعبه فورتنايت. يعني لو ما نحل الموضوع من هلا ليوم 28 اغسطس انسوا لعبة فورتنايت للاي او اس وللموبايلات وللماك وبشكل عام لشركة ابل، انسوا الموضوع كلياته. وبعد منا ردت ايبك جيمز على هذا الموضوع ورفعت دعوة قضائية تانية على شركة ابل انه ابلغتهم بازالة هذا الشيء. يعني اول شيء رفعوا عليهم قضية من اول موضوع واتقاموا لعبة ايبك جيمز من على الاب ستور، وهلأ كمان رفعوا كمان قضية تانية لانه قاموا الحسابات بالنسبة لجميع المطورين على شركة ابل. يعني الموضوع كلياته عم يكبر اكتر واكتر، والمصايب كل ما عم تزيد بالنسبة لشركة ابل وشركة ايبك جيمز. لو ما نحل الموضوع من هون ليوم 28 اغسطس عرفوا انه الانريل انجن 5 وشركة ايبك جيمز لح تمحى من شركة ابل، وما عاد في اي شيء بالنسبة لشركة ابل بالنسبة مع ايبك جيمز، ما عاد في اي تعاون او اي شغل بالنسبة للالعاب او اي شيء كان. وبعد منا خلينا نفوت على موضوع بوجا. موضوع بوجا يا شباب اللي هو وقت ربح بكأس العالم بفورتنايت، طبعا كلاتنا بنعرف انه هو ربح 3 مليون دولار وطلع من افضل لاعب بالعالم بلعبة فورتنايت بكأس العالم اللي هي نظمته طبعا شركة ايبك جيمز. ولكن هلا بوجا حاليا عم يواجه اتهامات كتير، ولكن هلا بوجا عم يواجه كتير اتهامات بتلاعب بنتائج المباريات الرسمية. طبعا كلياتنا بنعرف انه في اشياء بتجي بالمباريات الرسمية اللي هي بتكون بالبطولات ونقاط وما نقاط. واحد من الناس اللي هو بوجا كان عم يتلاعب بالنتائج، شو هي الطريقة ما بعرف، شلون قدر يتلاعب فيهم لحد الان كمان ما بعرف. هلا هي الاتهامات لحد الان توجهت من بوجا من كذا شخص، مين هن الاشخاص لحد الان مو معروفين، ولكن بوجا طلع حكى عن هذا الموضوع وما صرح اي شيء. يعني هو طبعا على الستريم تبعه لحين سائل، بتفوتوا على الستريم بتلاقوا معظم الناس عم تسألوا عن هذا الموضوع هاي الفترة، هو ما حيرد ابدا عن هذا الموضوع وما رح يرد يعني ولا حيحكي اي كلمة عن هذا الموضوع. ولكن هلا هو بوجا عم يواجه الاتهامات بهذا الموضوع، المتوقع يعني بنسبة 80% انه بوجا لو طلع هذا الكلام رسمي 100% وعن جد عم تلاعب بالبطولة او عم تلاعب بنتائج البطولات بشكل عام، لانه بوجا عم يلعب بكل البطولات مو بس بطولة كأس العالم اللي لعب فيها،
لا عم يشارك بطولات الانفين سي اس، وعم يشارك البطولات الثانية، عم يشارك بكل شيء بوجا بالنسبة له، فهذا الشيء بيخليه انه هو فعلا عم يتلاعب بهيك اشياء، وممكن يتلاعب لو هذا الكلام طلع صحيح 100%. واذا تلاعب وطلع مزبوط هذا الكلام وطلع هو عم يغير بنتائج المباريات، رح ياخذ بان مدى الحياة من شركة ايبك جيمز، يعني من فورتنايت بشكل عام، يعني ما تقدر يلعب فورتنايت بحياته ابدا، ورح ياكل عليها بان مدى الحياة. هاي بالنسبة لبوغا، واي شيء بيصير جديد بالنسبة لبوغا انا رح احكي عن هذا الموضوع، ورح نزل عنه فيديو طبعا نفضحه ونشرحه لانه هو كتير غشاش بهالحالة هاي. وبالنسبة لدونالد ماستر اللي هو كاتب قصة فورتنايت، كلاتنا بنعرف حزمة الجوكر نزلت معنا ورح تنزل معنا بعد شهرين او ثلاثة من تصوير هذا الفيديو، ماني متذكر انت، بس رح تجي بنوفمبر يعني. المهم دونالد ماستر نزل تغريدة وشارك فيها اللي هي حزمة الجوكر، وكتب فيها فوق: المزيد والمزيد من شخصيات تتجه نحو الصفر، ونعم يبدو ان مايدس يقوم بعمل جيد. هلا شو عم يلمح بقى هذا البني ادم؟ يا شباب هذا دونالد ماستر ما بيعرفوا كاتب قصة فورتنايت، اي شيء بيكتبه او اي شيء بيلمح عنه عارف انه هو قادم للعبة. وقت كان حدث ذا اند نزل عنده على دونالد ماستر على الصفحة الرسمية تبعه على تويتر، كتب ذا اند، يعني كتب النهاية، وفعلا كانت النهاية لهذا الشابتر قبل فترة كتير، كانت النهاية للشابتر اول. هلا حاليا هو عم يلمح على شيء لمايدس، ومايدس يقوم بعمل جيد، معناتها يا شباب مايدس ما مات، ومايدس لسه عايش معنا وعم يخبص بالماب وعم يحول ذهب ويقيم ذهب ويعمل فضة ومدري شو عم يساوي، فمعناتها مايدس حاليا موجود معنا. لشو عم يلمح؟ لحد الان ما بعرف، ولكن الشيء الوحيد اللي انا فهمته انه مايدس لساته موجود، ومو مثل الاعلان الرسمي تبع السيزون هاد انه مات واكلوا القرش، لا هذا الكلام فاضي، ومايدس فعلا موجود معنا، ورح يصير شيء غريب بالنسبه معنا لايام. ممكن هلا يكون كتب هذا الشيء ممكن لبعد 6 اشهر لحتى يبان معنا، هي هيك قصه فورتنايت احنا متعودين عليها. وبالنسبه لاعلان السيزون الرابع يا شباب، السيزون 4 شابتر 2، هلا حاليا اختبروا المطورين على السيرفرات 118 مره وصار جاهز للتشغيل، يعني السيرفرات هلا جاهزه لتشغيل التحديث القادم اللي هو اللي حيكون بتحديث 14. تحديث 14 معناته السيزون 14 سيزون 4 شابتر 2 صار جاهز معنا، وحاليا ما في اي تحديثات على السيرفرات غير التحديث رقم 14 اللي هو للسيزون الجديد. يعني هلا احنا بدنا نضل هيك قاعدين عم نلعب لحتى نفوت على السيزون الرابع الشابتر 2 تمام لحد الان. وبالنسبه للسيزون ما قبل الرابع، يعني هلا احنا خلصنا الرابع فتنا عليه، رح يصير معنا التحديثات. التحديث الاول اللي هو رح يكون برقم 14.10، التحديث هذا جربوه 6 مرات، وكمان يعني ها قيد التطوير ورح يشتغل ورح ينزل معنا على السيرفرات. يعني هلا بعد منا في تحديث 14، وبعد تحديث 14 رح يكون في تحديث 14.10، هذا الشيء مؤكد وهذا الشيء اكيد 100%، لانه السيرفرات هي التحديثات اللي بتصير على السيرفرات بتكون اكيده ومو تسريبات او اي شيء هن بيحكوها يعني. فبالنسبه للسيزون 4 تقريبا صار جاهز معنا بالنسبه للمطورين وشركه ايبك جيمز، ولكن عم نستنى الوقت المناسب لبعد هاي المشكله اللي صارت معنا. وحاليا كمان ما في اي شيء مؤكد بالنسبة لتأجيل السيزون، مشان تعرفوا ممكن يتأجل السيزون مشان مشكلة ايبك جيمز وشركة ابل، وممكن ما يتأجل، الله اعلم، ما احنا بيعرف هلا شو رح يصير. هلا هو مبدئيا صفي له 9 ايام من تسجيل هذا المقطع من يوم 17/8، تقريبا باقي له 7 9 ايام 10 ايام بهالفترة هي. فهلا احنا لحد الان مستنين هالعشرة ايام 9 ايام نشوف شو الله بيخلق معنا وشو راح يصير بالنسبة لشركة ايبك جيمز وشركة ابل. نتمنى تنحل الموضوع مشان لاعبين الاي او اس يستمتعوا بالسيزون 4 وما ياكلوها ويجيبوا العيد، فمتمنى انه تنحل الموضوع مشان لاعبين الاي او اس. فهذا هو بالنسبة لمقطعنا اليوم وعن المشكلة اللي صارت بالنسبة لشركة ابل التطورات تبعها وبوجا الغشاش اللي هو عم يغش بالنتائج لحد الان غير مؤكد. فاتمنى تكونوا استمتعتوا وضفتوا بعض المعلومات بالنسبة لفورتنايت. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 لو حابب تستخدمه، شكرا لكم. و20,000 ان شاء الله قبل نهاية السنة، لسه شغال الحملة تبعت لو وصلني موت 20,000. شكرا لكم كلاتكم يا شباب على الدعم الخرافي، وبرعاية الله.